اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم عشاق السيارات. احنا النهارده داخل الاستثمار اللي بيتباع فيه العربيات اللي بتيجي استعمال خارج. العربيات دي بتبقى جايه استعمال وارد كوريا الجنوبيه، والعربيات دي هنا بتتباع لاخواتنا ذوي الهمم كدعم من الدوله ليهم، بتكون بدون جمارك. والنهارده احنا اشترينا عربيه للاستاذ مصطفى لابنه طبعا يوسف، ربنا يخليه لك يا رب ويجعل صبره عليه ان شاء الله في ميزان حسناتك، امين يا رب ويخليه لك يا رب. بصوا يا جماعه، احنا اشترينا العربيه النهارده، العربيه الالنترا اي دي الفيس ليفت 2019. انا حابب النهارده ان انا اولا نسمع راي الاستاذ مصطفى في اللي تم النهارده معاه دي، واحد اتنين، وده الاهم بقى بالنسبه لي. عايز افرجكم العربيه دي بره شكلها عامل ازاي كموتور، هفرجكم على تريكايه كده في الموتور جديده حلوه عايز افرجها لكم، بيبقى اميز من اللي عندنا. ثانيا وده الاهم، هوريكم دي المفروض ناجه من بره اول فئه، فهوريك اول فئه عوامل الامان والكماليات اللي فيها والاوبشن اللي فيها قد ايه، وقارن انت بقى باعلى فئه عندنا في مصر عشان تعرفوا احنا قد ايه مظلومين في الفئات اللي بتنزل لنا او في هياكل السيارات اللي بتنزلنا. احنا ما بنركبش على احنا بنركب هياكل سيارات. فمبدئيا استاذ مصطفى مبروك عليك العربيه، ربنا يديك خير وفيك شر يا رب. يا باشمهندس، ومش هنوص حقك، وبنشكر ربنا في البدايه، وبنشكر حضرتك جدا 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 على تعبك وجهدك وصبرك علينا واستحمالك حبيبي، وجهدك فوق دماغنا. فحص حبيب الله يعزك كامل بكل امانه وصدق، ويعني اختار لنا حاجه احسن من اللي كنا نختارها والله. الحمد يعني لله، لفينا في اماكن كتير وتعبنا كتير، بس الباشمهندس جزاه الله كل خير على تعبه وجهده، ويعني ربنا يجزيك كل خير. الله يعزك يا استاذ مصطفى، الله يكرمك يا رب. هو طبعا الاستاذ مصطفى كان جه هنا اكتر من مره ما توفقش، طبعا حس ان الدنيا هنا مش حلوه معاه، فتواصل معايا. هو بيقول انا بحاول اتواصل معاك من فتره بس مش عارف اوصل لك، فمعلش عذرا، انا فعلا بيجي لي اتصالات كتير قوي فمضغوط فعلا. فالحمد لله ربنا وفقنا وتلاقينا ببعض. طبعا انا رشحت له العربيه دي من قبل ما نيجي، يعني احنا المفروض ان احنا جايين عربيه ما جيناش بقى لفينا في مخازن ودخنا وبتاع، لا انا العربيه لسه نازله من المينا. انا المفروض الناس اللي شغاله معايا، الكشافين اللي شغالين معايا، بلغوني بيها في عربيه كذا كذا عند التاجر الفلاني. جيت فعلا وفرست العربيه بالاجهزه اللي معانا. طبعا العربيه ما شاء الله حاله الزيرو حرفيا، العربيه ما فيش فيها جرام بويه، ما فيش فيها مسمار اتفك من جسمها، و 63000 كيلو شرعي، يعني العدادات برضو مش راجعه، يعني معايا جهاز بفحص العدادات، العدادات شرعي، ما فيش فيها مسمار رجع ولا مسمار اتغير ولا اي حاجه في الدنيا. انا بس عايز افرجكم هنا الحاله، المفروض ان دي تاني، ركز معايا، دي اول فئه. تعالى بص بقى معايا هنا الموتور. بص يا جماعه، المفروض ان الموتور ده موتور 1600 وام بي اي، مش الجي دي اي. المفروض احنا عارفين العربيات دي بتيجي جي دي اي، ولكن ده ام بي اي، بس ام بي اي هنا بنظام متطور شويه. عايز افرجه لكم، تعالى هنا اتفرج معايا. بص يا جميل، المفروض ان احنا قلنا لما بتكون الرشاشات من فوق كده فده بيبقى ام بي اي، ومفيش هنا المضخه بتاعت الجي دي اي. المواتير دي المفروض ان هي بتكون اكثر اعتماديه من الجي دي اي، بس هو كان عيبها انها بتبقى اقل شويه في القدره الحصانيه. تمام، هم هنا عوضوا بفكره جديده حابب ان انا افرجها لكم. لاحظوا معايا هنا مسطره الرشاشات، ولاحظ هنا ان كل غرفه حريق، يعني اهو هنا طبعا الغرفه بتاعتنا اهي راكب عليها هنا المبينه وتحتها البوجيه، فهنا اربع غرف اهم، يعني احنا بنقول هنا الموتور ده 4 سلندر و1600 سي سي و16 صباب واثنين كاما. تمام، لاحظ هنا بقى هنا ان هو كام رشاش، 8 رشاش مش 4 زي ما احنا متعودين. ليه؟ هو عامل على كل صباب تغذيه رشاش، احنا قلنا ان هي 16 صباب 8 تغذيه و8 عادم بيبقوا ورا هنا. تمام، الثمانيه التغذيه عامل على كل صباب مقابل كل صباب حاطط هنا رشاش، فطبعا ده بيديك اداء افضل وتنظيف اكثر لظهر الصباب، فيديك عمر افتراضي اطول ويديك اعتماديه اكتر. وطبعا زي ما احنا شايفين هنا كده الشداد الجديد بالسير الجديد، ده اللي احنا شفناهم في الموتور بتاع الهونداي توسان تيربو الان اكس 4 اللي احنا لسه عارضينها من كام يوم. لو تفتكرهم انا قلت لكم على فكره الشداد اللي راكب هنا على سوستا هنا، الشداد الهلال اللي انا قلت لكم عليه اللي هو راكب هنا على الدينامو. فطبعا ده موتور جديد، موتور متطور غير اللي بنزل لنا خالص. تمام، هل الفكره اللي هونداي عاملاها هي اوكي، هل هي الفكره دي لسه حديثه او هم اللي مخترعينها؟ لا، الفكره دي موجوده في العربيات نيسان سنترا، وموجوده كمان في رينو فلوانس، وموجوده كمان في النيسان قشقاي. كل مواتير النيسان الحديثه اللي هي ناتجه عن التعاون ما بين نيسان ورينو، المواتير ال1600 كان فيها نفس الفكره الجميله دي، اللي هو عامل 8 رشاش مقابل كل صباب فيه رشاش. يبقى ده كده بالنسبه للموتور بتاعنا. خلونا بقى نتفرج على الكماليات وعوامل الامان المهمه قوي بالنسبه لي. تعالى معايا. بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي عندنا في مصر المفروض لما بتكون عربيه اول فئه ما بيبقاش فيها ارباجات خالص، وده احنا شفناه في نفس الشركتين دول تحديدا، هونداي وكيا.
بينزلهم في 21 وفي 22 موديلات 22 اول فئه بدون ارباجات خالص طبعا ولا اي بي اس. طبعا ده كلام تهريج. احنا دلوقتي هفرجكم ان دي اول فئه بره، اول فئه مش ارباج واحده للسواق ولا اتنين ارباج للسواق والراكب الامامي ولا اربعه ارباج، لا دي 8 ارباج. تعالى هنا اتفرج معايا. احنا هنا طبعا الارباج اللي هو هنا ايه بتاع الكرسي اهو شايفينه اهو تمام، فيها هنا اتنين ارباج في الكراسي وطبعا اتنين ارباج امامي. لاحظ هنا بقى جميل، تعالى بص كده معايا لما افك انا الشريط ده هتلاقي فيه هنا ستاير ارباجات كمان اهي شايفينها الستاير دي، بحيث ان لو لا قدر الله العربيه حصل لها اصطدام جانبي او اتقلبت بتبدا انها تنزل ستاير من السقف تحمي الركاب اللي قاعدين ورا وقدام. لاحظ هنا كمان الارباجات اهي شايفينها اهي الستاير اهي، دي اول فئه. يبقى اول فئه فيها 8 ارباج. تعالى بقى معايا جوه وهفرجك من جوه كمان العوامل بتاعه الثبات وبتاعه الدعم للقائد لقائد السياره في اول فئه. تعالى اتفرج معايا. مبدئيا زي ما احنا شايفين العلامه دي بتاعت ايه؟ بتاعت التراكشن كنترول او نظام الثبات الالكتروني الكامل او نظام منع التزحلق. لاحظ كده معايا انا دلوقتي هفتح الكونتاك اهو، اتفرج كده على الانظمه اللي هتظهر قدامك، هتلاقي اي بي اس واي بي دي، وهتلاقي هنا النظام بتاع مراقبه ضغط الاطارات اهو شايفينه تمام. هنا نظام الثبات الالكتروني الكامل ونظام منع التزحلق تمام شايفين، وفيها سيستم شيك والشاشه الوسطيه، وهنا طبعا بيقول لك لو فويل العربيه عايزه بنزين. العربيه المفروض ان دي اول فئه اللي هي الشاشه الصغيره تمام، ومع ذلك انت عندك 8 ارباج، عندك اي بي اس اي بي دي بريك اسيست هيل اسيست، عندك تراكشن كنترول واي اس بي اللي هو نظام ثبات الكتروني كامل، كل ده في اول فئه، انتوا متخيلين؟ طيب وفي عندنا كمان هنا خلينا نشوف اهو، هتلاقي في عندك هنا كده نظام مراقبه ضغط اطارات اللي هو التاير بريشر مونيتور تمام. دي العربيه. في حاجه كمان هنا كمان، في هتلاقي عندك هنا درايف مود شايفين هنا كده، في عندك هنا الزرار بتاع درايف مود، وهتلاقي هنا درايف مود عندك اربعه درايف مود، ايكونومي سبورت تمام وسمارت بتقدر ان انت تتحكم فيه والنورمال تمام. خلينا هنا كده نتفرج على النظام مثلا السمارت تمام. اذا فانت عندك اربع انماط قياده، نظام السمارت باين عندنا تحت اهوت، وهنا بيقول لك ان الكبوت مفتوح تمام، هو عايز العربيه تيجي على البي. طبعا هنا المؤشر بتاع النقلات، تحكمات كامله من خلال الشاشه دي تمام. هنا برضو الوضع هنا بتاع درايف مود بيبدا ان هو يجيب لك في المؤشر اللي تحت ده بيقول لك انت نمط القياده بتاعك ايه. بص تاني اهوت، يعني ايكونوميكال، يعني هنا انت قيادتك اصلا موفره ولا عاديه ولا اجريسيف. اجريسيف دي اللي هي الناس اللي بتقود قياده رياضيه اللي هي شبه كده اللي هو ايه عايز يجري 24 ساعه ده خلاص. ف هنا بيجيب لك المؤشر ده كمان بيجيب لك انت النمط بتاع القياده بتاعك ايه. طبعا هنا بيجيب لك بقى الفول ايكونومي، بيجيب لك الافرج بتاعت القياده بتاعتك، وبيجيب لك طبعا استهلاك لحظي، هنا بيجيب لك بيانات اخر رحله الاستهلاك بتاعها، هنا طبعا العداد الديجيتال، وهنا زي ما قلنا الدرايف مود. طبعا كل ده متميز. العدادات زي ما احنا شايفين هنا كده بالشكل الرياضي هنا كده بتاع الفلاج بتاع السباقات، هتلاقي هنا في كمان تطعيمات كربون فايبر اهي في كل جسم العربيه تمام. تاني يا جماعه دي اول فئه. بصوا يا جماعه مبدئيا انا طبعا ما بشتريش الا الحالات اللي هي الكسر الزيرو دي، الحاله زي ما احنا شايفين 63000 كيلو عداد شرعي، العربيه ما شاء الله حاله، ما فيش هنا حتى السقف مش متوسخ تمام، عربيه حاله، عربيه فيها كل الكماليات كل عوامل الامان. طبعا اللي بينقص هنا بره عوامل الامان ما هياش مش حاجه قابله للنقاش، يعني بره عندهم في بلادهم مش مثلا ان هو العربيه اول فئه فاحنا نفضيها من عوامل الامان خالص زي ما بيحصل عندنا، لا اول فئه اول فئه في الكماليات، مش هحط لك شاشه، مش هحط لك مش عارف كاميرا خلفيه حاجات كده، الاضاءه بتاعتها مش هتبقى ليد، هتبقى اضاءه عاديه ماشي، انما عوامل الامان مفيش فيها هزار، وده اللي انا نفسي اوصل له في مصر، يعني ده اللي انا نفسي ان هو يحصل في مصر. فلذلك ساعدوني بان انتوا تنشروا الحلقه دي، لعل وعسى الوكلاء عندنا يشوفوا الكلام ده فيبداوا ان هم ينتبهوا ان عوامل الامان مش مقياس ان احنا نلعب فيه، مش اول فئه من غير وبعد كده ثاني فئه ابدا احط لك ايرباج واحده وبعد كده اثنين ايرباج وبعد كده مش لا 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 لا، العربية لازم تنزل بعوامل الأمان بتاعتها كاملة، لأن هو أهم حاجة البني آدم الإنسان. العربية لازم تكون معايا أصلا، هي العربية عبارة عن إيه؟ كروسليه جسم
موتور فتيس عفشه تمام وعوامل امان. يعني انا عايز اضيف دي عندنا في القاموس المصري بتاعنا وعوامل امان. اما الناس اللي بتفرح بالاوبشن وباللمبات ومش عارف ايه وبالشغل بتاع فوانيس رمضان ده مش مقياس يا جماعه، لان مش هو ده الاساس، مش هو ده اللي هيحميني. يعني الشاشه مثلا اللي بتلعب والشاشه تاتش وطقم الصوت ومش عارف ايه، هل لما انا لا قدر الله اتعرض لحادث هيحميني ولا هيعمل لك اي حاجه خالص؟ بل بالعكس هيكون كمان يعني عامل الهاء ليك على الطريق. فانا يهمني الاساسيات، الكماليات بتركب. يعني انا عايز دلوقتي اشيل الشاشه دي ب 3 ميلم ب 3 4000 جنيه، اروح شايل الشاشه دي ومركب شاشه تاتش، خلاص بقى عندي شاشه، بقى عندي كاميرا خلفيه، خلاص خلصنا. عايز مثلا اركب مثبت سرعه، اشيل القطعه دي واروح مركب بتاعه المثبت السرعه المفتاح بتاعه. الدنيا سهله، انما اهم حاجه الاساس. وطبعا العربيات اللي بتبقى جايه لنا من بره دي الاساس بتاعها مختلف. يعني انا فرجتكم العزل الداخلي بتاعها، انا في مره باذن الله هحاول انا افكك لكم فبل العربيه وهفرجكم من جوه العزل بتاعها بيكون عامل ازاي، والصاج والشغل اللي فيها مختلف خالص عن اللي بيجي لنا في مصر. المهم اتمنى ان الوكلاء بتوعنا يحسنوا مستوى الاداء في ناحيه الامان، بس ده اللي يهمني قوي. سيبك من الكماليات، الكماليات مش مشكله، المهم الامان. وحابب ان انا اقول لكل الناس اللي بتتابعنا، خلي دايما عندك عامل امان رقم واحد، وبعد كده الالعاب والشخاليل والانوار والاضويه ومش عارف ايه والكهارب بتاعه رمضان دي، خلي دي للاواخر. ما تبقاش ان انت سوري في اللفظ مش زي الطفل الصغير اللي بيفرح بالانوار، لا خليك دايما انت كراجل مثلا متزن، بشتري عربيه انا بشتري عامل امان اول، خلاص. يبقى ده كان رايي. لو انتوا حابين بقى تحصلوا على عربيات بنفس الحاله دي، الحالات الاستثنائيه، انا ما بشتريش على الحالات دي، العربيات ببقى انا حاجزها وهي جايه بنفس الحالات دي، ممكن ان انت تتواصل معايا. اهم حاجه يكون معاك الكارنيه بتاع الخدمات المتكامله، الجواب بتاع الحصول على سياره تمام، وطبعا ثمن العربيه اللي انت بتحدده ايا كان، وانا بحاول ان انا اجيب لك احسن عربيه في حدود فلوسك ايا كان فلوسك بقى هي كام. بس طبعا اقل من 120 مفيش دلوقتي حاجه كويسه، بسبب طبعا ارتفاع اسعار الشحن والاسعار بتاعه التجار علت شويه والدنيا عاليه، وطبعا الازمه اللي حاصله عالميا دي. فدلوقتي اقل من 120 مفيش عربيه حلوه، 120 وطالع باذن الله نجيب لك احسن حاجه في الدنيا. انا بتكلم برضو على عجل سليم، عربيات سليمه. فلو انت عايز ممكن تتواصل معانا من خلال الارقام اللي ظاهره تحت الفيديو دلوقتي، اللي هي رقمين 010 20 86 07 86، او 0100 6898 520 68 98 25. انا ما عادش فاكر رقمي. طيب خير. المهم ده كده الارقام اللي ممكن تتواصلوا معايا من خلالها للناس اللي جاهزه فعلا. ما حدش يتصل معايا يقول لي انا كمان 5 6 شهور هيبقى معايا جواب، لا اتصل معايا، اتواصل بيا علشان ما تضغطنيش بدون داعي. يعني اتصل بيا لما يكون معاك كارنيه خدمات متكامله ويكون معاك كمان الجواب بتاع الحصول على سياره وفلوسك جاهزه، اتواصل معايا وباذن الله اجيب لك احسن عربيه. زي ما احنا شايفين بتعامل معاكم بما يرضي الله وربنا وحده اللي يعلم. انا بشتري العربيه اللي تنفعني. يعني احنا جايين المفروض ان هو صاحب العربيه دي بعد ما اشتريناها شاف عربيه ثانيه وقال لي لا ده انا عجبانا اكتر عشان فرق الكماليات، اتفرجت على العربيه لقيتها مش احسن حاجه، فلذلك رحت قايل له لا معلش انا اسف انا مش هاخد العربيه دي. بس فاشوفكم باذن الله على خير في عربيات جايه كتير وحاجات جايه اكتر. وايه السلام عليكم.